رجعت الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية بابن خلاد لسلف نشاطها بعد غياب دام 3 سنوات لمرورها بصعوبات مالية وتراكم نسبة الديون المتخلدة، في الحين ابن خلاد استبشروا بعودة الشركة لنشاطها وطالبوا بضرورة الدعم المالي لها، كما دعوا لإنشاء صندوق لدعم المؤسسة هذه. عادت الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية بابن خلاد لسلف نشاطها بعد غياب دام 3 سنوات، حيث كانت في السابق تعاضدية فلاحية وتم غلقها نظرا لمرورها بصعوبات مالية وتراكم نسبة الديون المتخلدة تجاه البنوك والمزودين والفلاحين ومنتجي الحليب، وذلك بسبب سوء التصرف المالي والإداري. إن شاء الله كما تشوفوا نتوصلوا حل المشاكل المالية الكبيرة اللي تمر بها الشركة المتمثلة في ديون تقدر بمليار و571 مليون متخلدة منذ 3 سنوات الأخيرة، وذلك لسوء تصرف مالي وإداري. وكانت التعاضدية الفلاحية بابن خلاد اللي تم تأسيسها سنة 1956 لها دور اقتصادي هام بالجهة، إذ توفر للفلاح كافة مستلزمات الإنتاج وترويج المنتوج للمتعاضدين في الداخل والخارج، وجمع الحليب وتوفير المحروقات والأدوية والأسمدة للفلاحين، كما تشغل عدد من العمال بها. التعاضدية كان عندها دور اقتصادي كبير برشا في ابن خلاد، نحكي لك اللي هي كانت معناتها التعاضدية سيكوا، هي مجموعة من الفلاحة انخرطوا وعملوا تعاضدية هذه. الدور نتاعها كبير برشا، هي كانت توفر للفلاح جميع مستلزمات الانتاج اللي مش يخدم بيهم، حتى الفلاح اذا كان ما عندوش فلوس وقتها هي تقيد له عصابه نتاعو. منذ السنه الفارطه تم تكليف هيئه تسييريه مهمتها اعاده نشاط الشركه، وباشرت الهيئه الجديده عملها باصلاح محطه اللف والتصدير. فلاحو ابن خلاد استبشروا بعوده الشركه لسلف نشاطها وطالبوا بضروره الدعم المالي للشركه لتمكين التعاضديه من تسويق منتوج الفلاحين وخاصه الفائض في صابه القوارص الموسم هذا. نحن نطلب من سلطه الاشراف كذلك صندوق دعم لهالمؤسسه هذه حتى تعاود تغلق على رزقها، تولي تخدم الفريقوات، عندها فريقوات تاعها تخدم، عندها مركز تاع تجميع الحليب يعاود يخدم، عندنا كيما شفتوا البرة جماعه تاع التزويد بالمازوت وبالمواد الكيميائيه وغيرها. كيما طالب الفلاحين سلطه الاشراف باحداث صندوق الدعم للمؤسسه هذه.